سلطان فايز الحمداني، أتكلم عن والدتي فاطمة علي اللي كانت في فترة مرضها من 3 شهور. في اكتشفنا المرض في مستشفى سليمان حبيب، بعدها انتقلنا من سليمان حبيب للتأكد من المرض في تايلاند في بانكوك في مستشفى الأمريكي. بعد ما خلصنا الفحوصات وكل شيء أكدونا، رجعنا شو اسمه البلاد في مستشفى توام، كانت هي تحس بآلام وهذا، رجعنا لمستشفى توام. مستشفى توام قال أنا ما عندي اختصاصي بنكرياس، فكلمنا خاطبنا مستشفى خليفة، خاطبنا مستشفى المبر، ما كان فيها اختصاصي بنكرياس، وكان الوحيد كانوا هم شخصين وهم زملاء، في واحد في مستشفى المفرق واحد في توام، الدكتور سدير وزميله سافر لأمريكا. فمستشفى توام نصحنا ان احنا عند الدكتور في مستشفى الزهراء. فبعد ذلك كنا احنا بعد ما شاف الحاله، هو الوحيد الدكتور اللي استقبل الحاله، الدكتور الوحيد اللي موجود اختصاصي بنكرياس في الدول، وبخبرته يعني جميع الدكاترة كانوا ينصحون في الدكتور سديد. بعد ذلك سوى الفحوصات هذا وأجرى الحمد لله العملية، والحمد لله وصلنا للنتيجة يعني طيبة، وحالة الحمد لله يعني الحمد لله حالة ثم الحين لا يعني الحمد لله. كيف شفت الخبرة في المستشفى، خبرتك في المستشفى؟ يعني مستشفى بالعكس من أحسن المستشفيات الدولة، يعني إني أقيمها مش حتى أقول إنها جيد، جدا ممتاز في معاملتهم، في ارتياحها، في الأقسام، في الغرفة، الدكاترة 24 أور كانوا معاها، ما يخلونها 24 ساعة معاها، يهتمون فيها، بالعكس هي كانت مرتاحة. حتى نحن يوم كنا نيجي أصلا المستشفى نزورها نحن مرتاحين إن هي في المستشفى.